السلام عليكم الناس، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم الشباكيه، مع ان ان شاء الله قرب رمضان الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. واليوم غادي نوجد معكم طريقتي في الشباكيه كيف ما قلت لكم. اول حاجه صراحه سهله وما فيهاش مقادير بزاف. اول حاجه عندي هنا نص كيلو ديال الطحين خاص بالحلويات، عندي نص كيلو ديال الطحين، عندي نص كاس ديال بودرة اللوز. اولا تشدوا اللوز وطحنوه، انا ما نورمالمون هو خصكم ديروا فيه ديروا الزنجلان، انا هنا ما عنديش الزنجلان، درت اللوز. عندي نص كاس ديال اللوز، عندي شي شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع، نص باكيه ديال الخميره ديال الحلوه، شويه ديال الخميره معجونه، ولا اللي ما عندوش معجونه يدير الخميره حبيبات، شويه هي اختياريه. وهنا عندي معلقه كبيره ديال الخل، وعندي كاس ما عامرش بين الزبده والزيت، الزبده اللي ذوبتها وزدت عليها الزيت، يعني كاس ما عامرش. وهنا عندي عاود كاس العنبه ما عامرش ديال المزهر وزدت عليه شويه الزعفران. هنا يمكن لكم ديروا الزعفران الشعره، اللي ما عنده الزعفران الشعره يدير غير الزعفران ملون غذائي. هنا سخنته واحد شويه غير دفيته وغادي نجمع به العجينه. هنا نقدروا نزيدوا الماء لا خصتنا العجينه بانت لنا قاصحه، غادي نقدروا نزيدوا شويه ديال الماء دافي. هنا غادي نبدا نخلط وغادي نشوف على حسب واش غادي نحتاج الماء ولا لا، يعني ما خصهاش تجي قاصحه البنات بزاف، وما تجيش عاود خفيفه هكا باش ملي نبغيو نشبكوها تجينا واقفه، ما تجيش صعيبه في التشباك. هنا كنظن غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، يعني هذه ما كنحتاجوش ندلكوها، غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. ها هي البنات، هنا هي جمعتها، يعني ما جاتش قاصحه وما جاتش خفيفه بزاف، كتجي بحال هكا، ما دلكتهاش غير كنبقى نجمعها بحال هكا. هكا صافي، دابا غادي ندوز باش غادي نقطعها، غادي نقطعها قطع صغيره لان يعني غادي ندوزها في الماكينه. واللي بغى البنات يدوبل المقادير تقدروا تدوبلوا المقادير، انا ما درت كميه صغيره هذاك الشيء، اما نتوما تقدروا تدوبلوا المقادير. غادي نقطعها هكا على خمسة، ما غاديش نخليها ترتاح، غندوز دابا نطلقها. غادي نديرها في الميكا وغادي ندوز باش نطلقها. انا غادي نسد عليها، ضروري البنات ما تغطيوها بالميكا باش ما تيبش ليكم. دابا غادي ندوز نطلق هذه، غادي نبدا دابا نطلقها غير بلا ما تخليوها كاع بلا ما تخليوها ترخف، ديك الساعه صافي كتقطعوهم وكتبداو تطلقو. هنا غادي نبدا بالدلاك وغادي نكمل في الماكينه ديال في هاد الماكينه ديال التوراق.
نبدا نورقها. اول حاجه غادي نديرها في رقم 7، بحال هكا في رقم 7 هكا. دابا غادي نمشي الرقم 5 غادي نعاودها دابا في رقم 3. صراحة انا كنبغيها تجيني رقيقة، اللي ما عندوش الماكينة يديرها غير بدلاك غير بالمدلك تاهو كيجي مزيان. غادي نعاودها في رقم 3 وغادي نوريكم البنات واحد الطريقة التشباك اللي صراحة ساهلة بزاف وكتجي زوينة. صافي بحال هكا غادي نطلق هنا. تجي بحال هكا، صراحة كتجي بحال هكا رقيقة، ما كتجيش غليظه كتجي رقيقه. هي الشباكيه قد ما كانت رقيقه كتجي صراحه احسن وكتجي بنينه. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نقطعها وكيفاش غادي نشبكها. اول حاجه غادي نحيد هاد الجناب هادو، نبدا من هنايا غادي نحيد الجناب هما الاولين بحال هكا. هكا نحاولوا ما نضيعوش بزاف العجينه باش هكا كتسهل علينا الخدمه. دابا غادي ندوز غادي نقطع 5 ديال الاشرطه. غادي نبدا دابا اول حاجه غادي نبدا نعلم، خصني نقطعهم متساويين، يعني كل خط خصو يكون في القياس ديال الاخر. هنا غادي نبدا نعلم، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. غادي نجي هنا نبدا في الأولى بحال هكا، صافي وكنقطع بحال هكا، واحد جوج ثلاثة أربعة بحال هكا. يعني واحد هنا عندي واحد، غادي ناخد واحد غنديرو فوق الآخر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. وكان الا جبال لكم عريض على الاخر تقدروا تجبدوا شويه بحال هكا، ما تخافوش منها راه ما كتقطعش بحال هكا. غادي ناخد الشريط الثاني غنديرو فوق منها بحال هكا، عاود غناخد الثالث حتى هو غنديرو من فوق، ثلاثة أربعة أربعة خمسة. ناخد خمسة بحال هكا، كيجيو بحال هكا. كنجي لهنا كنقطع الجناب هما الاولين، كنحيدهم هاد الزوائد صافي، وكنجي هنا كنجبد واحد شويه وكنضغط على هاد القناة هادو شويه. هنا كنجي كنعبر
كنعبر شحال خاصني، واش بغيتها كبيره ولا صغيره. هي من الاحسن ديروها ما تكون كبيره ما صغيره، يعني متوسطه. انا غادي نجي هنايا وغادي نقطع بحال هكا، يعني انا بغيتها في هذا القياس، هذا في هذا القياس. غادي نجبد واحد شويه وانا كنضغط على الجناب، يعني غادي نجبد وانا كنضغط بحال هكا، وغادي نعاود نرجعها هكا. غادي ناخذ جوج هنا هكا، جوج وحده الوسط، يعني جوج في من جهتي وجوج خيوطه من الجهه الاخرى بحال هكا، وحده كتجي الوسط صافي. وكنديرها بحال هكا. هذه هي الطريقه الصراحه اللي كتجيني انا سهله. غادي نعاود معكم وحده اخرى هكا، كنقطع بحال هكا كنجي هنا كنجبد شويه وكنضغط في الجناب، كنضغط مزيان من الجناب باش تلصق العجينه صافي. كنجي بحال هكا، كناخذ جوج من هنا وحده الوسط وجوج من هاد الجهه، كتجي بحال هكا. صافي وكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. الشباكيه بعد ما كملتها بالشباك، دابا غادي ندوز باش غادي نقليها ونوريكم الطريقه كيفاش كنقليها، يعني ساهله كلشي. طريقه القليان كلشي كيعرفها صراحه. دابا غادي ندوز نقليها ونكمل معكم. رجعت معكم البنات بعد ما كملت الشباكيه ديالي، يعني هي هذه كتجي بهذا الشكل هذا الصراحه، كتجي هشيشه بزاف وكتجي رطبه صراحه. كنتمنى البنات تجربوها، البنات المبتدئات اللي باغيين يجربوا غير كميه قليله. هذه راه غير بنص كيلو ديال الطحين الابيض ديال الحلويات، يعني راه كتجي رطبه بزاف، ما كتجي هشيشه. كنتمنى البنات تجربوها، وكتجي سهله، يعني ما فيهاش مقادير بزاف، ما فيهاش تماره بزاف، يعني كميه قليله كتجي سهله بزاف. وتقدروا تضوبلو حتى المقادير، الا بغيتوها تجي كثيره تقدروا تضوبلو المقادير. وكنتمنى البنات لاول مره غيشوفوا الفيديو ديالي، نتمنى يشجعني ويشارك في القناة ديالي، وما ينساش يدير لايك، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.